السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنستكمل قرص الميتابوليزم ديس اوردر اللي احنا كنا بدأناه. خدنا قبل كده ان في عندنا ميتابوليزم ديس اوردر ممكن تحدث معايا للبروتين زي الفينايل كيتونيوريا وزي الجلوتاريك اسيد يوريا، واتكلمنا عن بعض الكربوهيدرات ميتابوليزم ديس اوردرز زي اللاكتوز انتوليرانس وزي الجلاكتوسيميا، ولسه هنستكمل جزء الجلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي وكمان الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي، بس انا هاجلهم مش النهارده ان شاء الله هنتكلم فيهم. النهارده هنتكلم عن الليبيد ميتابوليزم ديس اوردر. لما اقول كلمه ليبيد ميتابوليزم ديس اوردر يبقى انا بتكلم على ان في خلل في الباثوي الطبيعي للليبيد ديجيشن ابسوربشن ميتابوليزم. يبقى احنا عارفين ان انا في عندي 3 خطوات خاصه بالليبيد باثوي: ديجيشن، ابسوربشن، ميتابوليزم. الابسوربشن والديجيشن يعتبروا الاثنين في كاتيجوري واحد، يعني لما بيحصل عندي مشكله في الديجيشن دي على طول تلاقيها مشكله في الايه، في الابسوربشن. يبقى كل مشكله في الديجيشن معناها مشكله فين؟ في الابسوربشن. ودي بتكون الاوت كوم الاساسيه بتاعتها حدوث ايه، فات مال ابسوربشن او لو فات ابسوربشن او نقص في امتصاص الفات في الجسم. وطبعا ديت بيكون في كومبليكيشنز متعلقه بيها زي عدم امتصاص كل الفيتامينز اللي محتاجة الفات علشان يتم امتصاصها، ودي أقل حاجة. طيب في عندي كمان ممكن يحدث ميتابوليزم أو فات ميتابوليزم ديس أوردر، معنى كده إن الفات تم هضمه وتم امتصاصه بسهولة جدا، لكن لما بيجي يحصل له ميتابوليزم بيتوقف الباثوي بتاع الميتابوليزم عند مرحلة معينة، وده بينتج عنها أكيميوليشن لبعض الانترميديت في الباثوي دي. المشكلة هنا بقى بتكون نتيجة الاكيميوليشن بتاعة الانترميديت تجمع بعض انواع الليبيد او الانترميديت اللي خارجة من الليبيد ممكن يؤثر على الحياة بتاعة الشخص لدرجة تسبب الوفاة. النوعية ديت بنسميها الليبيدوزس، وديت بتنقسم عندي الى نوعين، في عندي كومن ليبيدوزس وفي عندي رير ليبيدوزس. كومن ليبيدوزس يعني امراض منتشرة وبكثافة طبعا ببرسنت معينة بين الأشخاص اللي بتختلف من بوبوليشن لبوبوليشن، خلاص؟ وديت بتكون نتيجة الأكيموليشن بتاعة بعض الميتابولايتس في بعض الواب باثوي اللي خاصة بالفات ايه؟ ميتابوليزم. وفي حاجات بنقول عليها رير فات ميتابوليزم ديس أوردر، وديت بتكون أمراض نادرة الحدوث ومرتبطة بشعوب معينة، وبتكون برضو نتيجة الأكيموليشن بتاع بعض الانترميديتس اللي خارجه من الباثوي للفات ميتابوليزم. طيب انا ايه عندي ايه اشهر الامراض او الحالات اللي مرتبطه عندي بالايه، بالفات مال ابسوربشن، خلاص، او الامبروبر دايجيشن بتاع الفات. عندي 5 حالات. اول حاجه عندي الاستيتوريه، حاله شهيره جدا بسميها الاستيتوريه. في عندي بعد كده الكوليستيزيس، وعندي بعد كده البانكرياتيتس، وعندي السيستيك فايبروزيس، وعندي الزولينجر إليسون سيندروم. اول حاجه عندي الاستيتوريه. احب اعرفكم في الاول ان الاستيتوريه ديت او اللي بنقول عليها فات مال ابسوربشن ده مش مرض، ده عرض. زي ما حضرتك كده بتقول على حد ده بيل يلو فيس، يعني وجهه شاحب، عمر ما كانش حب الوجه ده مرض، لكن ده عرض نتيجه مرض انا لسه ما عرفتوش، انا بشخص بس الاعراض من الخارج. هو برضو كلمة استيتورية ده مش مرض، ده عرض. بالنسبة للناس اللي هم بنقول عليهم under educated أو مش scientific زينا، ما بيقولش عليها استيتورية، بيقول عليها أسماء تانية هقولها لكم بعد شوية. لكن بالنسبة لحضرتك لما تشوف العرض ده هتقول عليه استيتورية. الاستيتورية ديت أنا قلت هي عبارة عن defect في البروبر فاكتور الجسم بيحتاجه علشان يعمل ايه، ها، الفات absorption. يبقى اي مشكله في الفات ابسوربشن بتؤدي عندي لحدوث اللي هي الاستيتوريه. انا بشوف الاستيتوريه ديت ازاي لما احب اشرحها لحد مش فاهم، بشوفها على انها بيل فاتي ستول، يعني البروس بيكون لونه افتح من الطبيعي وبيكون ايه، في كميه دهون عاليه. البروس ده بيكون له باد سميل ومصاحب بالبلوتنج او بالانتفاخ وبالدياريه. طبعا لوجيك ان اي كميه دهون عاليه عندي في الانتستين هتؤدي لحدوث ايه، دايري. طيب هل في تريتمنت للاستيتوريه ديت او للعرض الشهير اللي احنا بنسميه الاستيتوريه؟ اه طبعا في تريتمنت، بس التريتمنت ما بيكونش للعرض، التريتمنت بيكون للمرض اللي ادى للايه، للاستيتوريه. يبقى معنى كده عندي ان علاج الاستيتوريه ده بيختلف على حسب ايه المرض اللي سببها. طيب
عندي الحاجة اللي بعد كده حالة بسميها الكوليستيز، والكوليستيز ديت معناها ستوب او سلو داون في البايل فلو. احنا قلنا عندنا ان النورمال فات ابسوربشن او النورمال فات دايجيشن في الاول بيحتاج عندي ايه؟ بيحتاج للايبيز جاي من البنكرياس، وبيحتاج لبايل جاي من الايه؟ من الجول بلادر، عشان عملية الامالسيفيكيشن بتاعت الدهون. طيب لو حصل عندي اي مشكلة في المنطقة ديت خلت الفلو بتاعت البايل يتوقف او يحصل له سلو داون يبقى بطيء، هيأثر على مين؟ هيأثر مباشرة على الدهون، يخليها ما تتهضمش او ما تمتصش، وفي الحالة ديت هتيجي بعد كده الكومبليكيشنز اللي هي المتعلقة بعدم امتصاص الدهون. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تأثر على الموضوع ده او تأثر على البايل فلو؟ اول حاجة ممكن يكون في اوبستراكشن في الجول بلادر، انسداد خلاص فيها. ممكن يكون في عندي انفلاميشن في الليفر، احنا عارفين ان الجول بلادر والليفر متعلقين ببعض، فلو في انفلاميشن في الليفر ممكن يعمل اوبستراكشن في الجول بلادر. ممكن تكون الجنرال داكت الرابطه ما بينهم هما الاثنين فيها نفسها مشكله، فيها مثلا ستون، فتوقف برضو مرور الايه؟ البايل. طب نتيجه الكلام ده حدوث الاوبستراكشن في اي منطقه من الثلاثه دولت ايه؟ ان برضو عندي عدد امتصاص للدهون بطريقه مناسبه، او عدم حدوث دايجيشن للدهون وبالتالي عدد امتصاص للدهون، ده بيكون متبوع بالعرض الشهير اللي لسه قايلين اسمه ايه؟ استيتوريه. طيب هل الموضوع بيتوقف عند الاستيتوريه؟ لا، ده دي حاله كورونا. طول ما انا في عندي خلاص ستون او اي اوبستراكشن في المنطقه ديت، معنى كده ان الفات عندي مش هتمتص، معنى كده ان الفات سوليبل فيتامين كمان مش هتمتص، معنى كده ان كمان الكالسيوم مش هيمتص. طيب الحاله ديت لو ما اتعالجتش هيحصل عندي بروبلم في البون، وبروبلم في البليدنج باث واي. طبعا احنا عارفين ان عمليه المينراليزيشن بتاعه البون بتحتاج الكالسيوم، عدم دخول الكالسيوم خلاص ده معناه ايه؟ ها، هشاشه في العظام، او ممكن تؤدي لهشاشه في العظام، مش هنقول بقى ان هي على طول كده دخلت على هشاشه العظام. عارفين كمان ان الكالسيوم ده يا جماعه فاكتور مهم جدا علشان عمليه الكواجوليشن الطبيعيه بالنسبه للبلد، فعدم وجود الكالسيوم معناه حدوث يولافين في الدم. طيب ايه التريتمنت المناسب للموضوع ده؟ ممكن بعض الحالات تحتاج سيرجري او جراحه، بعض الحالات بتبقى بتحتاج بعض العلاجات او الميديكيشن علشان تحل موضوع الاوبستراكشن ده. طول الوقت بقى سواء لسه هنعمل السيرجري بس ما خدناش القرار، او بناخد ميديكيشن عشان يحل الموضوع ده، لازم ناخد كالسيوم سبلمنتيشن وفيتامين اي دي دراج خلاص علشان يعالج الكومبليكيشنز لحد ما نحل ليه المرض. الحاله اللي بعد كده عندي البنكرياتايتس، وكلمه بنكرياتايتس او هي حاجه مصحوبه بالسفكس تايتس، معناها حدوث انفلاميشن في الاورجان اللي انا بتكلم عنه. يبقى بنكرياتايتس ديت معناها انفلاميشن في البنكرياس نتيجه بعض الجوليسترون. الحاله ديت ممكن تكون اكيوت وممكن تكون كرونيك، وفي الحالتين هتكون مصحوبه بنقص الايه؟ بنقص اللايبيز. وطالما في نقص اللايبيز يبقى عندي عمليه الدايجيشن بتاعه الفات فيها مشكله، وبالتالي ايه؟ عمليه الابسوربشن بتاعه الفات مش هتتم، وبالتالي الكومبليكيشنز المتعلقه بالفات في الجسم كلها ممكن ايه؟ تحدث. طيب هل البنكرياتايتس ديت هتكون دايما مصحوبه بفات مال ابسوربشن سواء كانت الحاله اكيوت او كرونيك؟ هقول لك لا، الفات مال ابسوربشن بيحدث فقط في الكرونيك ايه؟ في الكرونيك بنكرياتايتس. يعني لو الحاله اكيوت مش هنشعر اساسا بوجود الفات مال ابسوربشن، لكن لو الحاله كرونيك ومستمر وانا ما دورتش على السبب بتاعها، السبب اللي عملها، يبقى معنى كده ان انا كمان هعاني من الفات مال ابسوربشن. طب ايه اللي ممكن يخلي عنده واحد بنكرياتايتس او انفلاميشن في البنكرياس؟ اسباب كتير، اهمها ان هي ممكن تكون جيناتيك فاكتور، ميوتيشن في الجينات نفسها. تاني حاجه بعض الناس بيكون عندها اسراف في الايه؟ في الالكحوليك يوز، في استخدام الكحوليات، ده طبعا بيأثر على الايه؟ على البنكرياس زي الليفر. كمان في ناس بيكون عندها اكيوت بنكرياتايتس بس هي يعني مستمره في ان هي تاخد وجبات عاليه الدهون، وبالتالي ده بيعمل ازمه في البنكرياس فبيودي عندي الى الايه؟ فات مال ابسوربشن. ايه هي الاعراض اللي بتظهر في حالات البنكرياتيتس؟ هي نفسها الاعراض اللي بتحصل في حالات الكوليستيزس اللي هي الاستيتوريه، يعني نزول الستول بكميات عاليه من الدهون، وطبعا ما يليها من ايه؟ من كومبليكيشنز. طب التريتمنت المناسب ايه؟ ان هو ياخد بنكرياتيك انزيم تساعد في عمليه هضم الدهون، وان هو ياخد وجبات خفيفه الدهون يعني ما بتحتويش على كميات عاليه من الدهون.
المرض اللي بعد كده او الحاله اللي بعد كده هي السيستيك فايبروزيس. والسيستيك فايبروزيس ده هو عباره عن مرض جيني. المرض الجيني ده خلاص بيأثر على الابيثيليال سيلز اللي بتعمل عمليه تبطين لمين؟ لللانج، للدايجستيف سيستم، للليفر، للبنكرياس. في الكلام بتاع النهارده يهمني من كل ده مين؟ البنكرياس، انه هيتاثر زيه زي بقيه الاورجانز دي. البنكرياس لما هيتاثر بالمرض ده هيحصل ايه؟ هيحصل فيه سيكريشن لكميات عاليه من الميوكس. الميوكس ده هيمنع هاي الريليس بتاع مين؟ بتاع اللايبيز من البنكرياس. وطالما قل السيكريشن بتاع اللايبيز ما عادش فيه دايجيشن للفات، او ما عادش فيه دايجيشن كويس، وبالتالي ما عادش فيه ابسوربشن كويس، وبالتالي كل الكومبليكيشنز المتعلقه بالفات مال ابسوربشن ممكن الفرد يواجهها. طيب الحاله الخامسه يا جماعه هي الزولينجر إليسون سيندروم، وده اولا مرض نادر ومعناه حدوث تيومر في منطقه الديودينم او البنكرياس. التيومر ده بيكون مصحوب عندي بانتاج كميات عاليه من حاجه اسمها الجاسترين، خلاص، وده هرمون وظيفته في الجسم ان هو بيحفز المعده على انتاج كميات عاليه من الاسيد. طيب المعده المفروض ان هي بتنتج ال HCL او الاسيد بكميه معقوله تناسب الهضم. لو الكميه ديت زادت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي حاجتين. اول حاجه نتوقع حدوث ألسر في الاستومك والديودينم. الألسر ديت ممكن بعد كده تتحول لابدومينال بيرفوريشن او ثقب في المعده، ممكن تتحول لكانسر، ممكن تنتهي لقدر الله بالوفاه. الحاجه الثانيه او المشكله الثانيه اللي بتحدث من الجاسترين ده ان هو بيغير البي اتش في المنطقه ديت، وبالتالي بيعمل عمليه ستوبنج لللايبيز اكشن، بيوقف عمل اللايبيز، وبالتالي بيؤدي للفات ميل ابسوربشن. علشان كده احنا بنصنف الزولينجر إليسون سيندروم تبع الحالات اللي ممكن تؤدي للفات ميل ابسوربشن. طب ايه التريتمنت بتاعه؟ التريتمنت بتاعه اول حاجه لحد ما نحل المشكله او نحل السبب اللي ادى الى المرض ده بناخد ادويه تعمل ديكريزنج للاسيديتي، تقلل نسبه الحموضه او الحمضيه في الجسم. تاني حاجه بتبقى احيانا بعض الحلول الجراحيه ممكنه في بعض الافراد وفي بعض الحالات علشان يشيلوا التيومر اللي بيؤدي لكميه عاليه من الجاستر. طول الوقت ده بنستخدم اللايبيز انزيم علشان يساعد في هضم الدهون، يعني احنا بنستخدمه من الخارج. طبعا الوجبات اللي بيحصل عليها الافراد في الوقت ده او بيتناولوها لازم تكون قليله ان ما كانتش خاليه من من الدهون. يبقى انا عندي لحد دلوقتي خمس اعراض او خمس امراض او خمس حالات مرتبطه بالفات ميل ابسوربشن، هي عندي الاستيتوريا، الكوليستيزيس، البنكرياتيتس، السيستيك فايبروزيس، والزولينجر إليسون سيندروم. اتمنى ان لحد دلوقتي تكونوا متابعين معايا. شكرا لحسن استماعكم، وقابلكم المره الجايه.